حبيبة ماما، قومي يا جميل، قومي يا لزلوزة يا روح ماما. حماد ايه يا حماد؟ اغسى عليك يا ماما، اغسى عليك يا ماما، خضتيني. قومي يا دنايا قومي. مش قادر مش قادر يا ماما. الله الريحة الحلوة دي. يا صباح الفراخ المشوية المتبلة، حطيها هنا ماما، حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي ماما ارفعها لي شوية، ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. الله مش قادر، بس عايز انام. لا يا حمادة قوم يا حبيبي، في الحركة بركة، قوم يا حبيبي بطل نوم بقى. يا ماما النهاردة يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم، ادعي لي ادعي لي يا ماما. بدعي لك من كل قلبي، ربنا يفتحها في وشك يا حمادة. ده ماما سيبيني انام شوية، تعبان كسلان والله. لا يا حبيبي قوم قوم. يلا حبيبي ماما، وقت التشطيب جه. حمادة يا ماما انا نضيفه زي الفل، ولازم الواحد يتشطف، والله ما قادر. حماده حبيبي لازم تغسل وشك. الله حاضر حاضر، بس مش قادر. استنى علاش انا هغسل لك وشك. ربنا يخليكي، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. انت ام عظيمه عظيمه يا ماما. يلا هب 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 هب، غمض عينيك عشان الصابون يحرقك. حاضر حب. الميه ساقعه يا حي ماما يا حي. معلش يقطعني يا روح ماما. والله الواحد نشفي. شكرا يا ماما، شكرا. نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين، اللي في خدي اليمين. بس ماما تخنقينيش اللي فوق. يلا نف نف نف. هوبا هوبا. شيلي الفوطه. هتخنقيني يا حي يا ماما، والله عينيا حرقتني. يلا سنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. اوف ماما نعم. سيبيني بقى، انا تعبان، عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجاه؟ والنبي قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر. ليه حماده على طول؟ حماده على طول. ايه المفاجاه؟ مع قوية تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري. يا حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده الطيب. هو طيب. كل سنه وحماده الطيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه، يعني سيبيني بس 17 ساعه انام، لاني هلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي، ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده ماما ربنا نعم. يخليكي ليا، انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ادي ايدي كابوسه يا ماما. خدي يا حبيبي. زقي يا زقي ايدي زقي. متشكر. العفو. رجعي ايدي، رجعي ايدي يا ماما، رجعي. متشكر. العفو يا حمادة. حمادة. ماما. حمادة. ماما. حمادة. ماما. حمادة. حطي ايدي على بوقي، عايز التاون. رجعيها. متشكر قوي. العفو يا حمودي. حمادة يا ماما. قوم بقى يا حمادة، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه لسه هقوم واغير البيجامة والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا هقلعك هدومك يا حمادة. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما، ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده، لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما. ربنا يخليك يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حبيبي هاتي ايدي كابوسه تاني. خدي هاتي ايدي. زقي ايدي زقي. رجعي ايدي. رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما، زقيني. مش قادر. يلا مش قادر انزل. يلا يا ماما. ماما يلا. ماما تعالي قوميني. يلا يا رب. استنى انا جايلك جايلك. الخشب جامد قوي، وجعلي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي، ادعي لي ادعي لي يا ماما. ها قومي يا دنيا. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دنيا. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه، تعبان مش قادر. لا 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 مش قادر. حماده مش حماده، ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدي كابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك زقي. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي، رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما، متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى، توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما. قوم يا حماده اصحي. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش بحب تعمل لانشون في بقي وانا نايم. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. ولا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى اللي يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا انا
طب شي امسك عشان تزقيني، مش قادر، مش خليهم معايا، زقيني بيهم. يوه زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات، هاتي سندوتشات يا ماما، هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك لي يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هتبصي حصلي لي بمعلومة بالشقة. انا مش قادر، انا هسحب. انا هسحب زي حماده، زي الفدائيين. انا هسحب. انا حمادة. مش قادر، تعبان يا ماما، سقيني زقي تعب رجلي. يا رب اني ببابك يا رحمة تيتا يا رب، ورحمة جده يا رب، اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص، انا كسلان شويه، بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب، اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضربه جزاء. طب يلا كمل لعب، ما تتقبلش. ماشي بس انا كسلان قوي، مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط، انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه انا جعان والله، جعان. والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر، انا فطرت بتاع 3 4 مرات بس. بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا، بكلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام، اطلب لنا 10 تجواز حمام. قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده، خليه يجيب لنا 6 تجواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا، هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا، انا هزوده. زوده. هقول لك بقى على حاجه، خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر، عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى، ام علي وشويه بقلاوه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم، اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا عروسه. طالع عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي، تقول لي وائل جمعه، انت هتضايقني ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا وما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك، انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه، مشغول يا بابا. في ايه البقر اللي انا مخلفها دي يا بابا؟ عايز ايه؟ زفت مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك، مش عايز دوشه في البيت يا بابا. ما يصحش كده، بكلمك ترد عليا. مش فاضي، مش فاضي ارد عليك. غور انت روح يا حاج، هات لي كوبايه ميه. والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله. حاجه، هتخش يمين هتلاقي المطبخ، اعملي لي سندوتش جبنه، حطي لي الزيتون، ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانيه واحده، هفضلك هفضلك. لا مش هينفع كده. ايه ده، انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار، بيمسكني من معصمي. انت بكلمك ترد عليا. مش هرد عليك يا حسام. يا ابني سيبه، الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب، الله يكون في عونه. جون 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 جون. خسرت. طب قسما بالله، كلمة تانية وأخسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم أهديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهزقكوا. امشي عشان أنا خسرت. أوعى بقى أوعى بقى، ابعد عني دلوقتي. يا بابا يا بابا، قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد، أنت عامل لي فيها السبع رجالة وبتخلي صوتك. إيه ده؟ ده أبوك ده هايف وعيل. إيه ده؟ أنت فاهم اللي حبيعك ده؟ مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظة، هو أكون فاكر إن أنا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز، انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه. والله لا يا بابا، اخرج دلوقتي. لا يا بابا، كان هو هايف انت قليل الادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه. هو عارف، هو عارف. تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا بتعرف؟ كذاب كذاب، شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه عيال صغيره يا استاذ. انا عيل، بس انت اعيل وامشي عشان ما هزقكش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز، مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل، انت راجل عيل. تعالى لي تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا انا هكمل الماتش. انا محترمك يا شيخ حسام. يلا امشي من هنا. يا امشي من هنا. معلش يا عم، انت راجل عيل. طب اتفضل. قلت عيل تاني؟ امشي من هنا. يا الهي، خلاص خلاص يا بابا، خلاص معلش يا عم. استنى، انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت، تعالى امشي من هنا. مبسوط. امشي من هنا، امشي من هنا. معلش يا عم. تعالى تعالى تعالى، انت العروسه؟ تعالى حبيبتي تعالى تعالى. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفع. انت بتعملي ايه هنا؟ قوم يلا معايا، قوم بره. هنبعت هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت، امشي اطلع بره بيتي. يا حسام، ايه ابوك المجنون ده؟ تعرفتي على الواد فين؟ الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع، انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني، ما ينفعش كده. هي اللي جت لزقتي. هي اللي جت لزقتي. ايه اللي في ايديكي ده؟
انت كمان بتشبطي. خد يا بابا، بنت رزقك. العب يا بابا، خد. بص، قعدت من غير ما حد يعزمها. العب. بص دي بقى، استناني رجعت لك وانا فايق. لا 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 لا، بص دي، بص دي حلو كوبري ده يا معلم. حلو يا ابن اللذينة. انا جعان، فين الاكل؟ شوف لي فاكهه. طيب شوف لي فاكهه. ايه ده ايه ده؟ ايه الكآبة دي؟ بيت كئيب لي كده؟ قصة عليك يا ماما. بصراحة ماما مزعلاني قوي. ماما بتعملش معايا أي حاجة تبهجني في حياتي بصراحة. مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفاية أنا فتحت أكرة الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور. والله ما أنا دايس. وإيه الزروات اللي على، شوف الترابيزة مليانة إيه؟ تورتة وجاتو. طبعًا ماما هي وأصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. أنا بصراحة بكره أصحاب ماما جدًا، سواء رجالة ولا ستات. كلهم استغلاليين. طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها، من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه، هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس. نرجس كلكم ونرجس كوم. ايه ده القرف ده يا سادة؟ انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني، لا الطباخ ولا السواق. كلهم ناس رخمه وبكرههم، ما حدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم. والله بكره اصحابي، بكره الناس كلها. ما حدش بيعمل لي اي حاجه خالص. دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه؟ وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه؟ انا قلت كده. انا هوريك. انا قلت كده، انا قلت كده. في ايه يا جماعه؟ مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضه ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حاجه على حضرتك يا حضرتك. انت قلت لي على اي حاجه؟ ايه اللي ليه؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقه مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله. وانت كمان، ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعه؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه. ايه؟ فين ماما؟ ماما ماما ربنا يخليك على المفاجاه. يا يخليني ايه يا حماده؟ كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك. انت ايه؟ ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما، انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. ربنا مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف، مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك. سلام. سلامة. تشاهدي يا ماما، تشاهدي. مع السلامة. الله، ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حمادة، هابي بيرثدي تو. اوف مش قادر انفخ، بس الحمد لله البوطة حلوة. بس عشان شوية بقى ننسى. عايز حاجة يا ماما؟ لو شكلها نيمت أو ماتت. صباح الخير. ماما ماما، فين البطاطس المحمرة بتاعتك يا ماما؟ فين المقلبية؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. ايه ده؟ أنا جعان قوي. سوري يا ماما، أنا جعان قوي. أنا مكسل لي كده. ماما شوفيني يا ماما، شوفيني يا ماما وأنا نشيط. شوفيني وأنا نشيط يا ماما. افرحي بيا. بقيت نشيط. بقيت. سوري يا ماما، أريح شوية، أريح شوية. أوه ماما ماما ماما، أنا جعان يا ماما، جعان. ماما أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ إيه ده؟ بعتي لي أكل يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي. أنا حاسس إن أنت معايا وحواليا. سوري يا ماما، هضرب سندوتش وبعد كده أغازل فيك شوية وأحبك شوية. الأكل طعم وحش من غيرك يا ماما. يمكن عشان ما فيهوش زيتون، ما فيهوش زيتون. ماما اعمل ايه؟ انا خلاص تعبت، بقالي ساعه بقول يا ماما. الله، كوارع يا ماما، كوارع، كوارع يا ماما، كوارع، كوارع. يح يح، سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها، كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. هعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب منين؟ صباح الخير يا حبي، يا امي، يا احلى ام. نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك، مش قادر. ولا اجيبها؟ اجيبها، معلش. كفايه يا ماما، كفايه. القلبه تقيل قوي. ماما تصبح على خير. Thank you.
خطوة بدوق أنا اللي نايم بسلامتي وربنا يخلي لي مامتي كسول بطيء أنتوخ لو أمشي خطوة بدوخ أنا اللي نايم بسلامتي وربنا يخلي لي مامتي وببرونة والحاجة تيجي ترضعني بتهنني وتدلعني وتلبسني وتقلعني ناقص تدينا وببرونة والحاجة تيجي ترضعني والحاجة اطلبها في ثانية تجيني جري في صاروخ الفيديو وبعت الديفيدي بعت الديفيدي بعت الديفيدي والراديو